فيما يخص الجلسة الأخيرة مع وزير الصحة والسكان سيد ساهي عبد الحق، كان فيه لقاء بريز دو كونتاكت مع النقابة ديال الجبل الطبي، وكان فيه كان أكد على الحوار مع النقابات والشركة الاجتماعي. فيما يخص لجنة الحوار، كنا تلاقينا مع 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 رئيس اللجنة ومديرة العلاقات القانونية يصلاح، وكنا تكلمنا على مشروع القانون الأساسي للشبه الطبي. كنا تكلمنا على السيستم LMD. السيستم LMD دونك راهو كاري ديجا بدينا لو ال هاو اكزيستي ديجا، لو ام راهو دوكا معلوم ماجور مازال لو دكتوره. ومن بعد كنا تحاورنا واقترحنا كونسيرنو لي بوست سوبيريور. لي بوست سوبيريور كانوا ديجا دو بوست سوبيريور، لو كادر لو كورديناتور. دوكا زدنا اقترحنا بوست سوبيريور ستركتورال لو ديريكتور دو سوان. دونك حنا اللي كان عندنا مشكل، كان عندنا مشكل في بوست سوبيريور باسكو ديريكتور دو سوان لازم مديريه اللي تستكلف بالملف الشبه الطبي كونسيرنون لا جيستيون دو كارير تاع ليفوليسيون دو كارير تكون جيري بار ان ديريكتور دو سوان. سي ان بوست ستركتورال ويكون شغل بريسك اوتونوم بارابور لا جيستيون تاع لو باراميديكال. ومن الفوق هذا زدنا اقترحنا رتبه مفتش شبه طبي. هذا سي تان كورا بار مور لو ماجور يدير ان كونكور ويروح يدير المفتش. وزدنا تكلمنا على لي سبيسياليتي هادو. قلنا محال تكون بار اكزومبل تخصص بلا ما يجوز على ترون كومان. بار اكزومبل سي تي بون شوز دوكا بار اكزومبل يانيسيزي يدوم لي اس بي اونوري مي كون لا ساج فام يدوم لي اس بي. صدي تولي القاعده هي الممرض الصحه العموميه من تما تكون عنده اون باس سوليد ويدو من تما يديروا لي سبيسياليتي. ومن بعد من هادو كامل يكون ان كور واحد اخر تاع باسكو هما مع الوقت اقترحوا لنا مفتش داخل السيرفيس. كيفاش مفتش داخل؟ المفتش يكون مصلى في مدير الصحه ولا في الوزاره، تكون عنده من تيتال ويجي هو اللي يجي يفتش داخل المؤسسه. ماهوش وين راه لو رول تاعو دون ان سيرفيس ان انسبكتور جو ديزون غرات انسبكتور. حنا حبينا يكون لا كريم تاع لو باراميديكال يدير ان كونكور ويقرا في الماناجمنت ويدير الاخرين. وثاني تكلمنا على لا كارير تاع جيستيون تاع لو باراميديكال في لا فيليير دو جيستيون. علاش عنده ليسونس؟ علاش ما يروحش يزيد يقرا عامين ويخرج مسير مؤسسه صحيه ياك بليسونس؟ علاش ما يروحش يزيد يقرا عامين في المدرسه الوطنيه للمانجمنت ويدير مدير؟ فيما يخص المساعد التمريض، شفنا بلي كانت فئه مهمشه، فتحنا له المجال وعطينا له ميم بوست سوبيريور اون بليس، وفتحنا له المجال باش يزيد يترقى في درجه ودرجتين. ثانيا واحد بار اكزومبل مساعد تمريض اللي يكون عنده مستوى ويحب يجوز الباك، يقدر راهو في العمل تاعو راهو عنده مهنه وعنده بوست دو ترافاي، ويروح بالباك هذاك يكون عنده بريفيليج باش يروح يدير الاي اس بي. دونك باش يروح ديتاشي ومطون عنده لو بوست دو ترافاي، عنده لافي تاعو وراهو ديتاشي باش يقرا في المعهد العالي ولا في الجامعه كونسيرنون هذا الاي اس بي. مساعدين التمريض زدنا اقترحنا حتى كيفاش يقول لك ديليغي دي سوان وديليغاسيون دي سوان باسكو راهم في التيران ديجا راهم يقوموا بلي سوان. حنا كنا كقوه اقتراح مام هما الوزاره قال لك صدير كانوا داكور بو لو برانسيب باش نديليغيو له دي سوان. هذا كامل باش نكونوا حنايا صدير باش نمد بون بريستاسيون بو لو مالاد اي بو لالجيري اونتيير. باسكو دوكا حنايا رانا في مرحله وين كاين لا ريفيزيون تاع لو استراتيجي لا فونكسيون بوبليك 03، دوك ما لبناش واش راح يخرج. وكاين لا غريت سالير اوسي ثاني. دوك الا كاين لو اس بي كي يروح يبدا من 12 درجه 12 وروح، دوك على الاقل يكون لا تي اس يكون في الرتبه 11 و10 و9 و هذا كامل الحوصله. هذا سوني كان كيما بروبوزيسيون دو ستاتي. نحن جد متفائلين فيما يخص لو ستاتي بارتيكولي باسكو علاش؟ هو تحصيل حاصل.
قلت لك فيما يخص الياس بي ولا خروش النظام الالم اللي هذا معروف ماهوش ما راش نزيدوا حنايا من عندنا معروف فوالا. دوك احنا الى من جهه تاع لوغمونطاسيون دو سالير ولا كاين لو ريجيم انديمنيتير اللي رايحين من بعد مور لو ساتي راح نتريتيوه فيما يخص هذا لي بريمون بلوس فيما يخص لي بو سوبيريور تم اللي تقدر تكونفلي لو سالير تاع الاخر مي لو ستاتو راهو يونكادريك في اطار العمل تاعك داخل المؤسسه هو اللي يحكم بينك وبين لومبلويور تاعك باسكو دوكا لو ستاتو تاع لي باراميديكو لازم ما يخرج من اطار تاع الوظيفه العمومي سي بور سا اللي رانا نستناو حنا هذا تاع 0306 باش نشوفوا كيفاش مع لاكريت سالير دوك حنا لاكريت سالير على بالي راح تخرج ممكن تخرج في لادوز وطلع دوك اللي وراه انجليس مو اوتوماتيك باسكو ليسونس دوكا راهي في لادوز ليكيفالون تاع ماستر 2 لو ماجور راه دوك حنا واش يبقى لنا غير الدكتوره والدكتوره هاي في تونس مؤخرا بلاد الجوار هم بفتحوا الباب دوك ما كان حتى اشكال في نظام الاعلام دي احنا كقوه اقتراح احنا نقترحوا ومن بعد الوزاره هي اللي تبلغ الوظيفه العموم بالرئاسة الحكومه ومن بعد هما على حساب وحنا رانا توجور في التيران ورانا في النضال